غرامي بالفوتوغرافي بدا في 2014، بديت نصور بالتليفون ونتعلم وحدي. للي في 2017 شريت أباري فوتو وبديت نطور في روحي أكثر. ومن أقوى الحلمات اللي نحب نحققها في حياتي وقتها أني نعمل إكسبوزيسيون فوتوغرافيك، وقت نخمم فيها شيخ في مخي على الأخر. بيه امشي يا زمان ويجا يا زمان، 10 فيفري 2020، دات غرافي في مخي عمري ما ننساه. النهار ذاك خلاني نتصدم في روحي. بحكم اني ننشط في دار الشباب ومومبر في كلوب فوتو، جتني الفرصة اللي كنت نستنى فيها سنين أنفان باش نعملو معرض صور فوتوغرافية مع بعضنا، وكانت في الدات الغرافي هذيك. متفكر مليح ليلة المعرض، روحت من القراية كيما كل نهار، خرجت قضيت حاجات لازمة ورقدت حتى ما غير ما خممت في غدوة، ما غير ما تخيلت وني حاطة راسي على المخدة. صباح المعرض قمت على صوت الالارم كالعادة، حضرت روحي ولا خممت في ايش باش نلبس ولا باش نتزين ولا نقد شعري. صالة العرض كانت معبية تغلي بالناس، كلهم نهارتها لابسين دي روب نوار، كلهم كانوا يتصوروا ويحكوا في الميكرو. كاني حسيت بقلق وفدة، استنى وقته يتعدى الوقت باش نروح. حتى التصويرة الجماعية اللي عملوها ما حبيتش نكون فيها. روحت هبطت تصويرة على الفيسبوك بحذا التابلو متاعي ومظهرة اللي ني فرحانة، اما ليه نكذب. فما شكون سألني سرور اكيد راك فرحانة. المشكل اني ما عرفتش نجاوب على اسئلته، وكي جاوبت جاوبت عادي مانيش حاسة بشي. يمكن لطفت هالجملة خير من اللي نقول مش فرحانة. الكلهم عملوا دي غيماس متفكرهم التوى وسألوني عليه. ما نعرفش يمكن تفصيلة كيف هذي تمر على أغلبية الناس وقت يتعرضوا لنفس الموقف مرور الكراء، ولا ما يفيقوش أصلا مشي في بالهم فرحانين بالحق. أما نحبس وتبلوكيت، عليه ما حسيتش بلذة السعادة، لذة الحلم اللي تحققت بعد سنين المفروض نكون شيخة. يخي شبيني ما عادش نحس؟ ليه ليه مستحيل، ني أقوى من أني نكون ما نحسش. على فكرة حد ما لقيلي تفسير يقنعني. بالكش الناس اللي جو ما مفهموش تصور وما عطوهمش قيم، بالك خاطرك تعبة تو. الحقيقة الحاجة هذه قلقتني برش وبقيت نخمم فيها مدة طويلة، عديتها نسأل ونخمم ونقرأ والكل. للي نهار تفكرت اللي أول مرة شريت فيها لعبة كنت فرحانة فرحة كبير، كي نشري حاجة كيما يشرو منهم صحابي، لبسة جديدة، تليفون، أي حاجة نفرح. نهار اللي شريت أباري فوتو فرحت، أما فرحة كانت مدتها قصيرة. نهار بصلت خدمت دي غوبورتاج ونجحوا وضربوا حسيت بشعور آخر، ما عادش فرح ولا شعور فخر أني حققت حاجة تمنيتها. الحاصل هذا الكل كان يدور في راسي مع تساؤلات كثيرة، نشكو وش نحب من الدنيا بالضبط، مدام كل حاجة رسمتها ماشي في بالي بعدها باش نولي في فرح دائم وسعاد. بالعكس بسطت الحاجات الصغيرة في اللول فرحتني أكثر من اللي أنا كبيرة وواعية ولا عندي إحساس برهبة كبيرة. ليزيد الشعور يكبر معايا في كل حاجة نطمح لها، زعما ربي عليه حطلنا في الدنيا حاجات لازم نوصلولها، عليه زرع فينا حب الأناء اللي تتضخم مع كل هدف نوصلوله ونحقه نجاح. حتى اللي يحكي على روحه اللي هو عمل وصل وحقق هكا الحاجة هو في الأصل يحس بفخر أما مش بسعادة. والحاجة هذه خلتني نفهم بعد تفكير طويل اللي تحقيق الأهداف تضخم الأناء، أما الروح ما تفرحها كان الحاجات البسيطة كيما الحب. ونقصد بالحب لهنا الحب النابع من داخلك، وقت نفهمه اللي السعادة جاية من داخل، وقت تبدأ عايش وتعمل في اللي يريحك. سر السعادة يكمن وقت نفهم عليهنا موجودة في الدنيا. أكيد قالولنا عليه موجودين، صحيح سمعتها أما بليش ما حسيتها، كان أكثر منه تسليم للفكرة ما غير ما نحسها. مهما نوصل ونعلى مانيش نولي في سعادة. السعادة الحقيقية بالنسبة لي في علاقتي الروحانية بربي، وتكمن في برشة أعمال بسيطة أما في داخلها سر كبير برشة، حاجات نعملهم
لا يستحقوا لا تعب ولا فلوس. حاجات عملتهم وإحساسهم مازال فيا لتوا، إني نعاون أي حد يستحقني، إني نهدي هدية الإنسان نحبه ونشوف الفرحة في عينه، نقعد ناول اللي نحبه ونحكو ونتناقش بكل هدوء، وكل حد شيخ علاش يقول لآخر. قاعدة مع جدتي وهي تبدأ تحكي لي على الدنيا قبل، أغلى دار وأغلى كرهبة وأغلى فواياج يحقوا الراحة صحيح، أما عمرهم ما بيش بش يحقوا لي ساعاتي. الحمد لله طلعت مازلت نحس ونفرح، أما بطريقتي. إخراج سارة مولهي، تسجيل سمر قاسم، إنتاج جريدتي ميديا كامب تبرق.